تفوتي لعندي تاني ولا غسلت زبط لحتى ليه والله هذا اللي كان ناقص. طيب انا شو هي وناقص غير هالشغل البشع ما دبقت فيك يقول انا خريج حبوس شو ذنبي انا شو ذنبي ولا قبل ليله ما تكون عامله قصد مشان تفرجين انك رجال وخريج حبوس لا والله ما وتسوي كسر علي من الحبس كله رطوبة هنيك على 50 ليرة أجار مروح شو لسة؟ تطلع من الصبح ما بتجي لآخر الليلة سكر المحل لك زبونات المحل أهم مو هيك؟ لك والله والله جاي على بالي اطلع بروحك وفوت بدالك على الحبس نات طولي بقى طولي بقى ايه ايه تقليني قد ما أفتح والله أحمد أخذ أختي شو هاي هيك؟ شو هاي مذاب فط لك شو سمك ما سمك لك والله جاي على بالي افتحك عراوي من فوق لتحت ونزل الازرار كله عليك، لك موتتني دوحتني طلطيش له اصول له ناسه، والله له ناسه بدك تتعلم ولا لا؟ شقلك ضهرك هيك وفوت فيك هيك لجوا، شو ساوي بيك؟ بدي اتعلم هو اجى العملي جاهز حالك، اجى العملي اهلين تقبريني اهلين وسهلين، روح قوم جيب قصص شو بدي اتعلم هيك؟ لك ما هي مو للتعليم هي تبعي مشتاق لك كثير والله هيك محركه معي البحصات لحالنا، شلونك بالدبكه؟ كفو قومي قومي ما في حدا بالسوق ايوه اجي وليد اجي وليد عادي لك دخيله الرايق انا ايه قهوه فيروز من على بكره الصبح تقبريني امي نعم الله يخليكي خلينا ننزل على سوق الحمدية والله منتسلى شوي دايخ الكتير شو شايفتيني فاضية أشغال أنا أمي الله يخليكي الله يخليكي بعدين ننزل عند أبو ليلى مجيب شوية أغراض للشغل أنا ما عتنام عندكم ها هي الكنباية بتلوح الرقبة إيه كنبايتك أحسن قال يعني شو كنتوا عم تحكوا عم نحكي أنا وأمي إنه بدنا ننزل عند أبو ليلى نجيب شوية أغراض لازم تمل الشغل لا مو لازمنا شي عواطف عنا وزيادة سعاد شو عم تحكي أنتي مو لازمنا لك بلا لازمنا لازمنا لا مو لازمنا مو لازمنا شو شو لازمنا ولا مو لازمنا بلا لازمنا لازمنا ابو ليلى صحيح عمتي لازم ننزل كتير لازمنا ما عنا ولا غرض خلاص البسوا لك عن جد يلا لكن انا طالعه مع انه يا عمتي والله مو لازمنا